النهارده بنتكلم على علاج التهابات النهبه الناتجه من الامراض المنقوله جنسيا، وبيعتبر داء المشاعرات هو اكثر الامراض المنقوله جنسيا شيوعا، ويمكن ان يستمر لاشهر او حتى سنوات اذا لم يتم علاجه، حيث لا يختفي داء المشاعرات من تلقاء نفسه. لذا لابد من اللجوء للطبيب لتناول علاج التهابات المهبل المناسبه، حيث ان تناول جرعه دواء واحده بتشفي ما يصل ل 95% من النساء المصابات بداء المشاعرات، وبيكون الطبيب في حاله الاصابه بداء المشاعرات وصف علاج التهاب المهبل من نوع المضادات الاولى او الانتي بروتوزوال ايجنتس، والتي قد تشمل الميترونيدازول والتينيدازول. لو جينا نتكلم على علاج بقى الداء المشاعرات المتكرر، بيصاب حوالي 20% بداء المشاعرات مرة أخرى في غضون من 3 أشهر من العلاج، ولمنع الإصابة مرة أخرى بينصح ما يلي: يجب أن تتناول المرأة المصابة وزوجها الأدوية المضادة للعدوى في نفس الوقت، وننصح بالامتناع عن الجماع لمدة أسبوع بعد الانتهاء من الدواء. الحقيقة الجزئية دي مهمة وبتفوت على ناس كتير، انه اما الزوجة تكون مصابة لابد من الامتناع عن الجماع لمدة لا تقل عن أسبوع، وفي نفس الوقت الزوج ياخد علاج عشان خاطر زي ما قلنا قبل كده ان هو ما يتعديش منها، تيجي هي تخف يعديها تاني وبعد كده هي تعديه تاني، يبقى هنخش زي ما قلنا في دائرة مفرغة ان يعدوا بعض ويبقى مش هيخفوا هما الاثنين. نتكلم بقى دلوقتي على علاج التهاب المهبل الموضعية، ويوجد هناك العديد من العلاجات الداعمة والتي تساعد في علاج التهاب المهبل، مثل علاج التهاب المهبل الموضعية التي تحتوي على مادة ديكولينيوم، حيث انها قد تستخدم في علاج التهاب المهبل الناتجة عن الاصابة بمزيج من الالتهاب البكتيري والفطري والالتهاب الطفيلي، ممكن بقى يبقى الالتهاب في كذا سبب ليه، او في حال لم يتم التمكن من تحديد نوع الكائن الحي المسبب للمرض فيها. الغسولات التي تحتوي على النونوكسينول 9 او البوفيدون ايودين، والتي قد تساعد في معالجه حالات داء المشاعرات التي لم تستجب للعلاج بالميترونيدازول او التينيدازول. الكريمات التي تساعد على تلين وترطيب منطقه المهبل خاصه في حاله جفاف المهبل او تحسسه. ونكمل المره الجايه. مع السلامه.